زي الخير، تاني يا شباب. هنكمل الاكزامبل التاني في مسألة الانفستمنت، وهتلاقوه المرة دي ابتدى يتضح ان هو اسهل بكتير جدا. مش اسهل بقى، هي نفس الفكرة بالظبط وبنتدرب عليها تاني. نوع احنا لسه في النوع الاولاني من المسائل، هي نوع مسائل الانفستمنت. تمام، خلينا نشوف نمبر 5. بيقول a financial consultant which is to invest up to 30,000. الراجل ده معاه 30,000. شوف زي المرة اللي فاتت بالظبط، up to in two types of securities. One yields 10% per year and another or the other yields 10% per year. Furthermore, she believes that the amount invested in the first security should be at most one third of the amount invested in the second security. What investment program should the consultant pushes to in order to maximize the income بتاعها؟ ماشي، بالراحة كده. أول حاجة احنا لقطنا كلمة in order to maximize the income، وعرفنا إن دي مسألة maximization. فبقينا هنmaximize. هنmaximize إيه؟ هنشوف دلوقتي. واحدة معاها 30,000 جنيه، عايزة تستثمر في حاجتين، واحدة فيهم تدي 10% عوائد والتانية بتدي 8% عوائد، زي المثال اللي فات بالظبط. يبقى انا هترجم هستفاد ايه لغايه هنا؟ هستفاد ان الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي 10% من x plus 8% من y. يعني تاني ماكسمايز x او بوينت سوري ماكسمايز 0.10x plus 0.08y. انا تقريبا حل المساله عنها ايتين، يعني مش عارف. تعال نبص كده 0.08y. تعال نشوف المثال. انا هحليه في بيج كامل الاول. خلينا في بيج 9. 0.10 من x plus 0.08. معلش هي ممكن تبقى مش واضحة، بس انتوا وضحوها. 0.08 لان 8% بتتكتب 0.08. 0.10 من x plus 0.08 من y. عرفت منين؟ عشان هو بيقول ان واحده فيهم بتدي 10% والثانيه بتدي 8%، وهي كل اللي معاها 30,000. الجمله دي زي المره اللي فاتت كان كل اللي معاها 20,000. نستفاد منها ايه؟ نستفاد منها ان احنا نقول x plus y اقل من ال 30. ليه اقل من ال 30؟ هي كل اللي معاها اصلا 30,000، يبقى ممكن تستثمر اقل من 30,000 لكن معهاش اكتر من كده. يبقى x plus y less than or equal ال 30,000. طيب وبنقول ايه تاني؟ she believes that the amount invested in the first security، احنا مسميين الاولاني انه x والتاني هو ال y. يبقى السكيورتي الاولاني should be at most، يعني بالكتير قوي one third the amount invested in the second. بالكتير قوي يبقى تلت، one third يعني تلت اللي هتحطه في y. يبقى x less than تلت اللي هتحطه في y. يبقى x less than تلت y. ومنساش ال non-negative constraint اللي هي x y is greater than or equal to zero. يبقى صدقتوني ان المثال بتاع الانفستمنت بيجي على نفس الوتيرة بالظبط. يجي الأول objective function هتلاقوها على شكل return، بعد كده يقول لك إن كل اللي معاهم 30,000 أو 20,000 فترجمها ب x plus y equal كذا، وبعدين يقول لك إن عايز x أكتر من y، عايز y أكتر من x، عايز x أقل من 5,000 وهكذا. ومنساش x و y الاتنين يكونوا أكبر من 0 عشان ده non negativity constraint، عشان ما ينفعش أنتج بالسالب. أول خطوة من خطوات الحل كانت إيه بعد ما بفك المسألة؟ بمسكهم equation equation وأشيل علامة الـ inequality دي وأحولها لعلامة equal. فدي الـ equation الأولانية x plus y equal 30,000. طب عايزين نرسم الـ equation دي، كنا بنرسمها إزاي؟ بقول مرة إن الـ x بزيرو، لو الـ x بزيرو يبقى y بكام؟ بـ 30,000. طب ولو y هي اللي بزيرو يبقى الـ x بكام؟ بـ 30,000. يبقى لو الواي مرة الاكس هي اللي بزيرو والمرة التانية بشوف واي هي اللي بزيرو، يبقى انا عندي two points، point اسمها زيرو وتلاتين والبوينت التانية اسمها تلاتين وزيرو. احنا بقى نبتدي نتطور في السكيلز بتاعتنا شوية.
فهبتدي اقول لكم ما ترسموش قبل ما تعملوا الايكويشنز كلها عشان تعرف السكيل بتاع الرسم. من الاخر تعرف اكبر رقم انت واصل له كام، فتعرف هتقسم الرسمه خمسات ولا عشرات ولا اتنينات ولا ايه. فما ترسمش غير ما تبقى عامل الايكويشنز كلها. الايكويشن الثانيه بتقول x is less than third y، انا هحولها ل x equal تلت y. طب ارسمها ازاي دي؟ هفترض الاكس باي رقم، لو زيرو يبقى الواي بزيرو. طب لو الاكس، او افترض اي واحده فيهم، لو الاكس مثلا ب 10000 يبقى الواي بكام؟ اودي الثلاثه دي اضربها في الاكس فتبقى 3 اكس بتساوي واي. كاني وديت بس التلت دي عشان اشوف الواي تبقى بكام، فتبقى الواي ب 30000. يبقى دي نقطه ثانيه اسمها 10000 و 30000. يعني كده معايا نقطتين اوصلهم، 0 0 و 10000 في الاكس ب 10 اهي، في الوقت اللي الاكس فيه ب 10 الواي ب 30. تبقى النقطه فين؟ تبقى النقطه فوق شويتين ثلاثه بس، اللي هي النقطه دي الحمراء دي. جميل كده، وصلت النقطتين دول ببعض، طلعوا الخط الاحمر. والاولانيه 0 30، 0 وارتفاعها 30 تبقى النقطه دي، ودي 30 الاكس هي اللي ب 30 وارتفاعها 0 تبقى النقطه دي. وصلتهم ببعض برضو كده، بقت الرسمه عندي واضحه. عايزه اعرف فين اريا الحل، هل هي دي ولا دي ولا دي ولا دي، فين الاريا بتاعت الحل؟ ارجع احط الاشارات. اللاين الاولاني ده اللي هو اكس بلس واي بتساوي 30000، اللي هو اللاين اللي بالاسود ده، الاشاره بتاعته كانت ليس ذان ولا جريتر ذان؟ كانت ليس ذان. ليس ذان يعني تحتي، صح؟ يبقى انا عايزه حاجه تحت الخط الاسود ده، يبقى مش عايزه اي حاجه فوقيه. طيب والخط الاحمر اللي هو اكس بتساوي تلت واي، انا عايزه اكس اقل من تلت واي. طب تعالوا نشوف بقى، نفكر كده مع بعض، يبقى هنا ولا هنا؟ اكس اقل من تلت واي، يعني لما قلنا مثلا الاكس ب 10000 لكن الواي ب 30000. تعالوا نجرب كده مع بعض تاني. انا عايزه ان اكس اقل من تلت واي، افكر فيها ازاي؟ عند الرقمين اللي انا حطهم اللي هم ال 10 وال 30000 اللي هم اللي فوق ده، لو الواي دلوقتي بتساوي 30000، انا عايزه الاكس تبقى اقل من تلتها، يعني اقل من ال 10. هنا الاكس هتبقى اقل من ال 10 ولا هنا الاكس هتبقى اقل من ال 10؟ خد بالك هنا الاكس عماله بتزيد اهي، يبقى اكيد هنا الاكس هي اللي اقل من ال 10. تاني، انا في الخط اهوت اكس ده بالظبط اكس بتساوي تلت واي، بس انا مش عايزه اكس بتساوي تلت واي، انا عايزه اكس اقل من تلت واي، يبقى هنا ولا هنا؟ هعرف ازاي؟ هاخد اي نقطه، فانا خدت راندوم للنقطه اللي انا اصلا محددها اللي هي ال 30000، واي ب 30000 واكس ب 10000، ده عشان يبقى اكس بتساوي تلت واي. طب انا مش عايزاها بتساويها، انا عايزاها اقل منها، فيعني انا عايزاها مش 10000، لا انا عايزاها اقل من ال 10000، يبقى هنا. I hope ان هي تبقى واضحه. خليني اديكوا رقمين تانيين مثلا، بلاش نفترض اكس ب 10000، لو افترضنا ان الواي مثلا ب 60000 وانا عايزه الاكس تلتها، يعني الاكس 20000، يبقى لو انا عايزاه بالظبط عايزه الاكس عند ال 20 اهي والواي عند ال 60، نقطه فوق قوي هنا مثلا. طيب انا عايزه الاكس بقى ما تبقاش 20، لا ده انا عايزاها اقل من ال 20، فتبقى على شمالها هنا. بلاش لو الاكس لو الواي ب 15 عشان اجيب تلتها، فيبقى تلت ال 15 يبقى 5، لو الواي ب 15 هتبقى الاكس ب 5، يعني النقطه دي. بس انا مش عايزه الاكس بقى ب 5، انا عايزاها اقل من، ما هو تلت ال 15 5، انا عايزاها اقل من ال 5، فيبقى 4 3 2، يعني تبقى الاريا دي. انا كده حددت الاريا اللي هي دي. ليه ما ينفعش اخد هنا؟ لان انا عايزه تحت الخط الاسود، وفي نفس الوقت خط الاحمر برضو عايزه اقل منه، يبقى انا عايزه الاريا دي. هسمي بقى الكورنر بوينتس بتاعتي A و B و C، واشوف في كل واحده الاكس بكام والواي بكام. انا عملتها از انوت، معلش ثواني اشيله معاكم من هنا، انا اصلي ما كنتش كاتباها في الملف الاصلي، معلش. البوينت A مثلا دي اكس فيها بكام؟ بزيرو، وواي فيها بكام؟ بزيرو برضو. واعوض فين؟ مش احنا بنعوض في الاوبجكتيف فانكشن؟ فين الاوبجكتيف فانكشن بتاعتنا اللي هي اكس بلس واي اقل من ال 30000؟
سوري 0.10x plus 0.08y ده الـ objective function بتاعتي 0.08y. متأكد ان انا مشغلة معاكم ملف الشير ده. طيب الـ point اللي اسمها c x فيها بزيرو وارتفاعها احنا اتفقنا y هي الارتفاع، ارتفاعها 30,000 فبقت زيرو 30,000 دي الـ point c، وعوض برضو في الايكويشن دي فاقول 0.10 في 0 بلس 0.08 في 30، انا مش هعملها بقى فانتوا اعملوها. طب البوينت اللي اسمها b نفكر بقى b دي واقعة على تو لاينز، لاين اسمه x بلس y بتساوي 30,000 ولاين اسمه x بتساوي 2y. تعالوا نكتب التو ايكويشنز دول مع بعض ونحاول ان احنا نحلهم. ثانية واحدة نشيل مع بعض وايت بورد اهي. احنا عندنا x، معلش بقى الخط هيبقى جميل، بلس y بتساوي 30,000. ممكن اوقف ريكورد على مكتبه طبعا لان فنانة عظيمة والرسم طالع فظيع اهوت. انا حطيت التو ايكويشنز اللي عندي x بلس y بتساوي 30,000 والايكويشن الثانيه كانت x بتساوي 2y، عشان هي البوينت اللي انا بحلها دلوقتي كانت انترسكشن للتو لاينز دول. همسك الايكويشن دي اشيل الx واحط مكانها 2y، يبقى انا عندي 2y بلس y ايكوال 30,000. كده بقت ايكويشن سهله، اعملها بقى على الكالكليتر. اعمل 2 بلس 1 هنا كانه 1 او كانه 3 اوفر 3 هيطلع لك 4 over 3y بتساوي 30,000. طب عايزين نجيب الy لوحدها في ناحية، يبقى هودي ده الناحية التانية. لما بنودي حاجة بالطريقة دي الناحية التانية يعني كأني هقسم على 4 على 3، فيعني كأنها مضروبة في المعكوس بتاعها اللي هو 3 على 4. لو حد مش عارف يعملها اعملها على الكالكليتر. يبقى انا وديت ده الناحية التانية قسمت 30,000 على 4 على 3، حلو الكلام، فهتطلع كأنها 3 على 4 في 30,000 فتطلع 22,000 وشوية. هو ده الريزلت اللي هي y. يبقى إذا إحنا عرفنا أهو إن y بتاعتي طلعت ب 22,000 ونص. طب لو y ب 22,000 ونص x بقى بكام؟ مش x بتلت في y، يبقى أنا هضرب ال 22,000 ونص دولت في التلت في الـ 0.33 هيطلع 7,000 ونص، وارجع اعوض في الاوبجكتيف فانكشن. هيطلع لي ثلاث حاجات هختار منهم اكبر قيمه عشان دي مساله ماكسمايزيشن. يبقى تاني انا جبت البوينت A 0 0، جبت البوينت C 0 و 30,000، وجبت البوينت B لقيتها انترسكشن لتو لاينز x بلس y بيساوي 30,000 و x بتساوي تلت y. عملتها ازاي دي؟ عملتها زي اللي كنا كاتبينه على الوايت بورد ده. عملت الايكويشن الاولانيه اهيت وشلت الاكس وحطيت مكانها تلت الواي، فبقت تلت واي بلس واي بيساوي 30,000. جمعتهم على الكالكليتور او بايدي، تلت بلس 1 طلعت 4 على 3 واي بتساوي 30,000. وديت ده الناحيه الثانيه يعني قسمت عليه فطلعت لي الواي الواحده بتساوي 22,000 ونص. طيب لما طلعت الواي ب 22,000 ونص تبقى الاكس بكام؟ ما احنا قلنا اهوت الاكس هي التلت بتاعتها. التلت بتاعتها يعني كاني بقول تلت مضروبه في اهوت سوري الواي اللي انا مطلعاها اللي هي ال 22,000 ونص، فطلعت الاكس بكام. بس كده، وكل مره فيهم كنت بعوض في الاوبجكتيف فانكشن واطلع الثلاث نواتج اللي طلعوا لي، هختار منهم اكبر حاجه. حتى الستيكي نوت اللي كانت هنا طارت، اختار منهم اكبر حاجه هي دي الايه الحل بتاعي. بس كده اي هوب ان انا اصلا مش مشاره معاكم، اي هوب ان الدنيا تبقى بقت اوضح شويه. دي كده المساله الثانيه من الانفستمنت، كل مسائل الانفستمنت على نفس الوتيره تقريبا، مش هتلاقوا اصلا في الشيت غير المسالتين دول اعتقد. هنكمل لسه فيديوهين كمان هنحل فيهم النوع التاني او الشكل التاني من المسائل اللي بينفع اني احوله بجدول. خطوات الحل ما بتفرقش اطلاقا، اللي بيفرق بس ان انا اطلع الكونسترينز ازاي، لكن خطوات الحل واحده. اشوفكم بقى الفيديو الجاي.